صباح الخير عليكم، وحلقة جديدة من احكي مع أميرة. كتير بنسمع عن الناس بتشتكي من حياتها ومن الضغط والروتين والمسؤولية اللي ما بتخلصش، كل يوم شبه اللي قبله أو شبه اللي بعده، وده سبب في زيادة التوتر في حياتنا وفقدان الشغف، لدرجة إن الواحد بقى بيتمنى لو يوم يختفي شوية من الحياة وكأنه لابس طاقية إخفاء عشان يحس بالروقان والهدوء، ويعرف لو لوقت بسيط إنه يتصل بسلامه الداخلي عشان بعدها يقدر يستمر ويواجه الروتين الحياة اللي مليان بالضغوطات والتحديات مرة تانية. السفر والرحلات من أكثر الحاجات اللي بتغير وبتحسن نفسية الإنسان وبتطلعه من الروتين القاتل اللي بيعيش فيه طول السنة. من كام سنة كده سمعنا عن مصطلح ريتريتس، وبقينا بنشوف شركات مختصة في تنظيم النوع ده من الرحلات. فالنهاردة حبينا نعرف أكتر عن إيه هو الريتريت، وإيه الفايدة اللي بيقدمها النوع ده من الرحلات للإنسان، وإيه الاختلاف بينه وبين الرحلات العادية اللي كنا تعودنا نروحها زمان. معلومات كتير مهمة هنعرفها من اللايف كوتش علا العمري، مؤسسة مشروع خطوة لتنظيم الريتريتس. أهلا بيك يا علا. أهلا يا أميرة. علا، أصلا أنا أي حد بقابله اسمه علا أول حاجة بس بفتكرها مسلسل البحث عن البحث علا, عن علا. فإحنا هنبحث عن علا دلوقتي في الحلقة دي ونعرف علا عملت إيه. يلا معاكي. علا، أنت عملتي مشروع اسمه خطوة، كلمينا عن الاسم أصلا قبل ما نعرف إيه المشروع. هو الاسم بصراحة بالنسبة لي ليه قصة، أو لما قلت هختار اسم فكنت عايزة اسم يعبر فعلا عن الفكرة. فكلمة خطوة، ان انا بالنسبه لي اي حاجه بتبدا بخطوه. تمام. اي حاجه في الدنيا، اي حاجه، اي فكره هتبدا بخطوه معينه، اي تغيير هيبدا بخطوه. فانا حسيت ان لما حد يقرر يطلع ريتريتس دي هتكون خطوه تجاه حاجه عايز يغيرها في حياته، حاجه عايز يشوفها في نفسه، ان هو يتعرف على مجتمع جديد. فدي بالنسبه لي كان الاسم اللي هو معبر جدا عن ان كل حد فعلا كان بيطلع معايا ريتريت كان بيرجع من الريتريت ده بيقول لي علا انا بدات اخد فعلا خطوه في حياتي. فعشان كده الاسم كان فعلا مميز جدا. حلو قوي. علا، قولي لي اصلا ايه اللي جاب لك فكره ان انت تعملي مشروع زي ده، ان انت تبقي بتنظمي ريتريتس؟ طيب بصي، انا اصلا يعني انا طول الوقت كان شغلي كله في المجال التعليمي. تمام. ما كانش عندي فكره خاصة عن الكوتشنج ولا على السفر ولا على اي حاجه، ولكن بعد فترة من الخبرة في التعليم عملت كارير شيفت ودرست كوتشنج. ومن هنا بطبيعة شغلي وسط كوتشز كتير بدأت أحس إن الجزء بتاع اللوجيستكس والتنظيم ريتريت ده ما بيبقاش سهل على الكوتش. تمام. فأنا حسيت عندي الجزئين دول، الجزء التنظيمي والجزء اللي أنا عندي فيه دراسة الكوتشنج والكلام ده كله. تمام. فمن هنا جاء الفكرة إن أنا أساعد الكوتشز في إن هم إزاي يقدروا ينظموا ريتريت. طب إيه اللي شجعك أكتر على إن أنت تبقي واخدة الحتة دي؟ ليه ما قلتيش مثلا أنا هعمل يعني رحلات أو ريتريت ليا أنا بس؟ ليه أنت قررتي إن أنت تساعدي عامة الكوتشز؟ انا حاسه اكتر انه عايزه اسيب المساحه للناس ان هم يشوفوا برسبكتيفز وافكار واشكال مختلفه، ما يبقوش ستيك لكوتش واحد هو ده اللي احنا هنروح له هنسمعه بس. لا، انت عندك كذا ريتريت بكذا شكل، بكذا توبيك، بكذا ثيم، بكذا كوميونتي، الدنيا مفتوحه قدامك. فهي دي الفكره. تمام. قولي لي اكتر يعني ايه ريتريت؟ ناس كتير قوي بتسمع المصطلح ده ومش فاهمه، يعني هو في مصطلحات كتير قوي بنستعملها دلوقتي انجلش، فالناس مش فاهمه ده رحله ولا ايه المختلف عن اي رحله. أيوة. بنروح حتى احنا بنقولش على يعني ما بنترجمهاش بالعربي، حتى بنقولها بالعربي برضو ريتريت. تمام. بس هي في الاساس هي مش رحله عاديه. الناس كتير كانت بتقعد تقول لي يعني ايه ريتريت، بس هي بتبقى عباره عن رحله علاجيه او رحله استشفائيه. تمام. بتكون زي بنكون عاملين مزيج من فكره ان احنا نتعرف على مجتمع جديد، ويكون في جزء ترفيهي ويكون كمان في جزء تعليمي وجزء علاجي، بحيث ان اللي جاي عنده ستريس او مشكله او حاجه، فكره ان هو يبقى قاعد في وسط كوميونتي او في وسط مجتمع عنده نفس الشعور، عنده نفس المشاكل، فده لوحده اصلا القعده دي لوحدها بيحصل فيها تغيير واكتشافات هو ما كانش يعرفها عن نفسه. تمام. فمن هنا الفكرة الريتريت انه هي مش مجرد رحله احنا رايحين نتفسح في المكان. لا، احنا رايحين نكتشف نفسنا
ونحل الحاجات اللي احنا يمكن تبدا بخطوه برضه. تمام. طيب علا، انت كمنظمه رحلات او منظمه ريتريتس، مشروع قائم على جدول محدد شهري مثلا، انا عندي كل شهر عدد ريتريتس معينه، ولا لما حد بيطلب منك علا احنا محتاجين نعمل ريتريت بيجي يقول لك وانت بتنظمي له الرحله؟ بصي، هو احنا الحقيقه يعني انه خطوه بقالها بالظبط من شهر 10. حلو. فالموضوع كان بدأ بتجربة وقلب بجد. كنتش متوقعة كده. انا كنت بهزر يا جماعة. فاحنا حاليا ما عندناش الفكره اللي هو احنا عاملين جدول وكده. وانا طبعا معايا، يعني انا مش لوحدي في خطوه، انا معايا شريكتي رنا، هي بصراحه بتساعدني جدا في حته التنظيم والاماكن الجديده اللي بنروحها. فاحنا بس بنبقى الكوتش بيجي لنا بس بفتره تكون كافيه ان احنا نقدر نرتب فيها ده، يعني قبليها مثلا بشهر ونص شهرين، عشان نقدر ان احنا نلاقي المكان المناسب ونرتب بقى الحجوزات وكل الكلام ده. تمام. الريتريتس اللي انت بتعمليها هي بس مختصره على لايف كوتشنج، ولا في انواع مختلفه من الريتريتس؟ طبعا في انواع مختلفه من الريتريتس، يعني بتبقى في يعني انواع مختلفه من التوبكس نفسها. في توبكس بتبقى قويه جدا وفيري ديب هيلينج، وفي توبكس بتبقى لايت وخفيفه على المستوى اللي هو التنميه البشريه البسيطه. تمام. وفي طبعا ريتريت ثانيه بتبقى في الليفل بتاع الطاقه والانرجي والهيلينج ثرو انرجي. فكل ده موجود، يعني كله في فكرة ان بنحسن من نفسيتنا وبنحاول ان احنا نوصل لسلامنا الداخلي. انا كنت اقصد مثلا كنت ممكن تعملي ريتريت مع حد رياضة او حد بيعمل يوجا او حد بتاع نيوتريشن تغذية، يعني قصدي ما يبقاش بس مختصر على فكرة اللايف كوتشنج. ما هو احنا ساعات كتير جدا ممكن نعمل مزيج من الحاجتين، ان حد يكون بيعمل تنمية بشرية ومعاها مثلا حد فتنس، فيبقى الاثنين اصلا بيكملوا بعض. تمام. فاللي جاي مثلا بيتكلم عن ثقتك في نفسك وكده، فممكن بقية البروجرام يكون بقى طب يلا نعمل رياضة، بيبقى الاثنين بيكملوا بعض. تمام. ايه التحديات اللي بتقابلك في مشروع زي ده من ساعة ما بدأتي؟ لا كتير. شاركينا كده. يعني طبعا فكرة ان انا بتعامل مع مختلف الشخصيات من الناس، ده بالنسبة لي انا تعلم. ان انا يبقى عندي الكاباسيتي ان انا اقدر احتوي المخاوف والاسئلة والتفاصيل، ودي لوحدها بالنسبة لي كانت بتخليني ان انا اكتشف او ادرب نفسي انه ان انا لازم اتسع للناس دي كلها. تمام. فلانه حقيقي في فكره ان واحده تسافر او حد او راجل يسافر لحته انون، هو مش عارف ايه اللي هيحصل، هيقابل مين. دي لوحده دي عند ناس كتير اللي هو طب الاوضه فيها مكوى، طب في سشوار، طب الدرج فيه معلقه، حاجات بقى اللي هو تفاصيل بيبقوا مرعبين. فانا اي هاف تو اكسبت ده. تمام. فده طبعا بالنسبه لي تشالنج، والحمد لله يعني قادره ان انا ادرب نفسي عليه. التشالنج طبعا التاني اللي هو طبعا الاسعار المتغيره كل شويه. احنا بنحاول نشوف الحاجه الافوردبل للناس، ان هم ما تبقاش الريتريت غالي قوي فيكسلوا او يقولوا لا بلاش. فبنحاول بقى انه انا مع شريكتي رنا ان احنا ندور على المكان اللي يكون مش غالي ويكون مستواه يقضي الغرض بتاع الريتريت. تمام. فطبعا دي برضو تحدي في موضوع الاسعار. بنحاول ان احنا نلاقي حاجه مناسبه. كتير بشوف لما الشركات بينظموا ريتريتس بيحاولوا يروحوا للاماكن اللي هي ما فيهاش لوكسري او ما فيهاش يعني دلع قوي او كده، بتبقى الحاجات الحياه بسيطه، السراير بسيطه، الاوض بسيطه، ممكن في الواحات، ممكن في الفيوم، كلها بتبقى العيشه بسيطه عن ان الواحد مثلا رايح رحله بقى فبيقول انا هدلع نفسي. ايوه، ما هو ده بقى اللي بيرعب الناس، لو انتم مودينا فين. يعني فكره بقى ان الناس احنا متعودين ده من السفرات اللي هو بقى اوتيل 5 ستارز وشكل البوفيه عامل ازاي وفيري لكجيريوس، فمش هو ده اللي احنا بنعمله بصراحه. احنا بنحاول دايما نشوف اماكن فيها الطبيعه اكتر. فطبعا في ناس بتبقى بعد ما بتطلع معانا بيتصدموا اللي هو انا عمري ما روحت مكان في الصحراء كده، وكلها بتبقى زي كامبس يعني. بس بتبقى
يعني بتبقى على يعني متنظمه بطريقه بالزبط. احسن شويه بالظبط. وبتبقي متهيألي شايله هم ان انت اي حاجه ما هتبقي لازم تكوني مستعده ان هي تكون معاكي. انا على طول شايله الهم انا على طول شايله الهم في شايله هم الناس في ريتريتس طبعا ان انا اكون بوفر لهم يكون معايا كل حاجه اسعافات اوليه بالزبط. لو في حد تعبان لو في حد عنده مشكله طب ده هبدل لها الاوضه بتاعتها طب لازم تكون مستريحه. في ناس اصلا بمجرد ما بيجوا وبيقعدوا في حته بيحسوا ان هم بيحسوا بالامان وبيحسوا بان هم في كوميونتي شبههم بيبداوا اوتوماتيكلي بيبداوا بيعيطوا او بينهاروا فلازم ده يكون كله انا مستعده له. انت محتاجه تروحي ريتريت عند علا. انا عايزه ريتريت بقى اهدافا بقول لرنا انا محتاجه ريتريت. طيب قولي لنا كده انت بقى غير ان انت صاحبه مشروع انت كلايف كوتش اكيد مهم جدا ان الواحد كل فتره لازم يفصل عن روتين حياته واللي بيحصل فيها اه طبعا وياخد اجازه. قولي لنا ليه ده مهم وليه ده وده بيعمل ايه في الانسان لو عمله بشكل متكرر ولو ما عملوش هيبقى حياته عامله ازاي. ده سؤال بجد يعني مهم جدا لان انا كنت فاكره ان فكره السفر زمان عشان انا ما كنتش عايشه في مصر انه مش مهم. يعني انا مهم ان انا عايشه في الروتين الطبيعي بتاعي بتاع شغلي. تمام. بس فكره ان انا لما جربت قد ايه انه السفر كل فتره وان انت بتكتشفي حاجه جديده وبتشوفي حاجه جديده وعينيكي بتتغير بتشوفي الوان سما مختلفه شجر مختلف ريحه الهواء مختلف ده نفسه بيجدد لك انت عندك حاجات مختلفه. فان حد يفصل كل فتره بين شغله ويروح يسافر حتى لو هيسافر لوحده ويرجع تاني ده هيخليه لو عنده مشكله هو يعني ممكن يلاقي جدا الحل بشكل من غير ما هو يعمل مجهود. طبعا فكره ان الناس تطلع بره الروتين وتطلع بره البوكس بتاعها والكومفورت زون ويطلعوا في حته زي ما كنا بنتكلم كده في حته مش اوتيل ولا فايف ستارز ويبداوا يتصلوا بالطبيعه دي لوحدها بتخليهم يحسوا ان هم لا احنا ما كناش عايشين العيشه اللي هي كنا عايشين العيشه اللي هي روتينيه الاوتوماتيك اللي هي كلها الكترونيكس وايبادز وموبايلات وتكنولوجيا. فبتلاقي فجاه الناس لما بتتصل بالطبيعه بيبداوا يهدوا وافكارهم بتهدى بيبداوا يكتشفوا حاجات عن نفسهم ما كانوش يعرفوها اصلا خالص. فانا بتفاجئ بعد الريتريت ان الناس بتتكلم معايا انا والكوتش بيقولوا ان احنا اكتشفنا في نفسنا حاجات احنا ما نعرفش ازاي احنا ما كناش نعرفها. فطبعا بغض النظر عن هي فكره ان بس انا هروح عشان ارتاح او ريلاكس او ان انا استرس فري لا انت كمان بتكتشفي حاجه عن نفسك ما كنتيش تعرفيها. تمام. يعني ده معناه ان السفر مهم ده مش رفاهيه خالص. ده مش رفاهيه خالص. انا شايفه ان السفر ده شيء اساسي جدا سواء لوحدك او في ريتريتس او اي حاجه. فكره الفصلان نفسها ان انت تفصلي وتروحي تميديتيت او تأمل تاخدي وقت مع نفسك كده تكتبي تقري هدوء شويه عشان تبداي تقدري تاني تشحني وترجعي لحياتك الروتينيه يعني. تمام. طيب انت شايفه فكره الريتريتس او الناس اللي بتطلع معاكي الريتريتس محبب ان هم يطلعوا مثلا كعيله الراجل وست والولاد ولا حد من العيله يطلع فردي ولا ناس بقى تطلع مع اصحابها ولا تطلع مع نفس ما تعرفهاش خالص؟ يعني عايزه اقول لك انه الناس يعني فكره ان العيله تطلع مع بعض لا هم عايزين كل حد يطلع لوحده. خلاص بقى كفايه كده انا عايزه اجازه. ايوه. فغالبا الستات دايما احنا مبدئين يعني معظم الكلاينتس ستات. اوكي. وبنحاول ان احنا نشجع الرجاله ان هم كمان يطلعوا لتريس بس طبعا النسبه قليله بس بنحاول فيها. بس دايما الستات بيحبوا طبعا يفصلوا مع نفسهم يعني. تمام. معظم الوقت. بس احنا يعني دايما بفكر ان احنا نعمل اشكال مختلفه من الريتريتس ان احنا نعمل ريتريتس مخصصه للتينيجرز نعمل ريتريتس مخصصه لو هنعملها عيله مع اولادهم او لو ام مع بناتها او اولادها فيكون الثيم نفسه مخصص لل يعني انت بتفضلي ان انت تعملي الرحله فكرتها نفسها مثلا الام وبنتها عشان يبقى في تواصل ما بين الام وبنتها يبقى في كواليتي تايم ان هم يبقوا قاعدين مع بعض فتره اطول من غير بقى روتين الحياه والمذاكره وروحي ذاكري وروحي مع بعض بشكل مختلف طبعا روحي التمرين بالظبط بتواصلوا مع بعض بشكل مختلف طبعا بيكون بقى في بيشوفوا بعض على حقيقتهم اللي مش لاحقين يشوفوها اصلا في الحياه اللي هي السريعه. فحصل لك اي تجربه مثلا يعني لذيذه في ريتريت زي كده مثلا ام وبنتها او واحد ومراته انا ما اعرفش لسه عملته للكابلز او للناس المتجوزه ريتريتس
لقيته مثلا حد بقى طلع بخناقه او طلع بحاجه، اي حاجه حصلت طريفه يعني حصلت معاكم؟ لا يعني كان من ضمن الحاجات ان كنا مره في ريتريت وكان في ام وبنتها طالعين معانا، بس ما كانش مخصص للام والبنت، كانت طالعين مع بعض. فكانت البنت كل ما تيجي عايزه تشرح هي تعبر عن نفسها، فالام تتدخل فتقول لها موسي بني انا عارفه انا هقول ايه. فكانت برضو بالنسبه لنا كل شويه كنا بنحاول نفكر الام اللي هو اعتبريها كلاينت زي كلاينتس قاعده. فدي كانت من اكتر الحاجات اللي كانت بتضحكني، ان الامهات حتى في الروتينز برضو حاسين ان هو لا احنا عايزين نخلي بالنا من ولادنا ونسيطر ونقول احنا مكانهم الحاجه اللي هم حاسين بيها. ايوه، فكره ان الواحد يسافر لوحده خالص مع ناس ما يعرفهاش خالص. كلميني عنها. يعني انا متخيله كده زي على طول ما بنسمع ان السفر فيه 7 فوائد، بس انا بحس ان الفوائد دي ما بتجيش لو انت معاكي زحمه ايوه لوحدك. فكلميني عن فكره ان شخص قرر انا بجد محتاج اخد اجازه من روتيني ومن حياتي من عيلتي من كل الناس واطلع لوحدي مع ناس ما اعرفهاش. التجربه دي بتبقى عامله ازاي؟ عايز اقول لك انه في ناس كتير يعني الحمد لله لما بيدخلوا على البيج بتاعت خطوه بيحسوا ان هم ان البيج مش غريبه عنهم، تمام، بيحسوا ان هم ات هوم. فده بيشجعهم ان هو طب ما نطلع لوحدنا. وده اللي انا قصدي اعمله في الصفحه او في المشروع، انه الناس ما تحسش ان الحاجه فورمال قوي او اللي هو بقى احنا طالعين سفر ورحله ونظام ومش عارفه ايه. لانه في ناس كتير بتبقى فعلا ما عندهاش، مفتقده فكره الصحاب او مفتقده فكره في ناس كتير ما بقاش عندها الكوميونتي. فده بيشجعهم ان هم يجوا ويقولوا طب هو انا لوحدي ينفع اطلع؟ ما بيتصلوا يعني بيبعتوا يسالوني. فده بتبقى اكتر الحاله دي شفتها كتير جدا، بيبقوا متخوفين قوي ان هم يعملوا يطلعوا التجربه دي لوحدهم. بس بيبقى تشجيعي ليهم انه انا موجوده ومعاكم، والمجموعه اللي هتبقى طالعه هتبقى كلها هتتعرف على بعض، واحنا مش بنسيبكم غير لما كلكم بتتعرفوا على بعض. وفعلا بعد ما ده بيحصل بيرجعوا يشكروني انه شكرا جدا ان انت شجعتينا نطلع، لان احنا لقينا نفسنا عندنا ممكن يبقى عندنا صحاب. وبعد الريتريتس غالبا بيكملوا هم حياتهم كصحاب، بيخرجوا بقى وبيعيشوا حياتهم. فطبعا فكره انه هي ان حد يسافر لوحده، اولا هيكتسب مهارات جديده، اصحاب جداد، افكار جديده. فانا بصراحه شايفه ان دي فوائد هايله. متهيالي كمان هو بيكتشف حاجات عمره ما اكتشفها في نفسه قبل كده، يعني فكره برضو ان هو يتعامل مع اشخاص اول مره يشوفهم وممكن ما يرجعش يقابلهم تاني. بالظبط يعني. بالظبط. فده بيحطه في موقف ان انا ممكن افتكر مثلا ان انا رسمي قوي او ان انا جد قوي، والاقي نفسي ان انا بهزر وبضحك. أيوة. وفيها يعني جانب كده ترفيهي. صح. ممكن في الحياه العاديه بيبقى الواحد لابس ماسك ان هو يعني عشان ده في الشغل كمان بيبقى لابس ماسك ان هو رسمي وكل حاجه التعامل بالمحسوب وكده يعني. يا اميره والله عايزه اقول لك الناس بتجي لنا اول يوم الريتريت بيبقوا شكل ببقى يعني اخر يوم في الريتريت بقول لهم بجد انا بعد كده هصوركم بيفور اند افتر. ايوه فعلا. بيبقوا داخلين بشكل رسمي جدا والماسك وكده وقاعدين وعينيهم يعني مش عايزه تبقى في حتى اي كونتاكت. ومع القرب والشغل في الريتريت والاكتيفيتيز والكلام ده كله بنلاقيهم في اخر الريتريت بيقولوا حاجات احنا مش متخيلين انه طالعه منهم. فبتبقى سبحان الله فعلا بيبقى اكتشاف، هم نفسهم بيقولوا احنا مش عارفين، احنا ما نعرفش ان احنا عندنا الحته دي. أيوة. انا ما اعرفش ان انا كنت ممكن اهزر واضحك واتكلم بصوت عالي واقوم ارقص فاحنا انا عمري ما شفت نفسي بالشكل ده. ففكره ان انت في مجتمع مختلف ما يعرفكيش ده لوحده بيديكي حريه رهيبه. حلو قوي. طيب برضو عشان نعرف الناس اكتر موضوع الريتريت، قولي لنا المواضيع اللي انتوا عملتوا من خلالها الريتريتس اللي فاتت كلها من اول ما بدات، كانت المواضيع بتدور عن ايه؟ يعني كان في يعني اكتر موضوع شايفه ان هو كمان الناس محتاجينه او الستات بالذات محتاجينه في الفتره دي وبيسالوا عنه، الفيمينانيتي، الانوثه، طاقه الانوث. أوكي. دي كانت فعلا من الريتريتس المميزه اللي انا حسيت فيها انه الستات كلها محتاجه ان هي تفهم اكتر يعني ايه انوثه. اوكي. يعني فكره اللي هو شعر ومكياج ولبس ولا هو حاجه تانية احنا ما نعرفهاش. ودي كانت مفاجاه لكل الريتريترز اللي كانوا موجودين انه ايه ده، هو مش لبس ومكياج، احنا يعني ده الموضوع ده موضوع كبير. ايوه فعلا. فدي كانت مفاجاه ليهم والطلب مني بعدها انه نعيدها تاني.
فعلا الموضوع ده شيق جدا، انا عملت عليه حلقه كامله وبرده في جالي صدى رهيب عن الحلقه. في ناس كانت فاكره بقى ان الانوثه دي زي ما انت بتقولي كده الشكل الخارجي، لكن بالزبط. هو طلع موضوع ملوش علاقه يعني من جوه بحت. ايوه جدا. وفي موضوع تاني برده كان حلو جدا، كان عن الاجزاء المختلفه عن نفسك اللي انت ما تعرفيهاش. اوكي. وفي موضوع تاني برضو كان على طب معلش بالنسبة للأجزاء دي اشرح لنا أكتر، يعني إيه؟ يعني الـ كان في ريتريت اسمه مي ماي سيلف اند ايا مع سارة طارق. اوكي. كوتش سارة طارق هي رشح، كانت هي صاحبة الفكرة دي، قالت انه اي شخص بيبقى عنده اجزاء عن نفسه هو ما يعرفش عنها حاجة، بتكون دارك سايدز. اوكي. ففكرة ان احنا في ريتريت نتعرض للحتة دي ونفهم جزء تاني وابعاد تانية من شخصيتنا، دي طبعا بتبقى مفاجأة. ايوه طبعا. كأنك حطيتي مراية كده قدامك وبتكتشفي فيها حاجات عمرك ما شفتيها. بالظبط. تمام. طيب كتير بنسمع لما الستات او يعني ستات لما بيقولوا مثلا ان احنا طالعين رحلة مع اصحابنا، كتير من الرجاله بيبقوا متخوفين او قلقانين او حتى مش موافقين، أو هو يعني ليه؟ ليه تروحي رحله لوحدك مع ستات تانية؟ فانت شايفه الموضوع ده من اي نظره؟ يعني ان ده قلق، ولا ده مثلا الرجاله شايفه ان الستات حياتها مرفهه مش محتاجه تاخد اجازه؟ يعني من اي موقف؟ انا بشوف ان هو ان ده كالتشر في المجتمع المصري، انه يعني انه الست تسافر ليه؟ انت هتسافري معانا يا تقعدي في البيت، انت ليه تسافري؟ فكره ان هي تطالب ان هي تسافر في حته ما تعرفهاش مع ناس ما تعرفهاش، دي لوحدها طبعا بيكون يعني كمجتمع طبعا الراجل اكيد بيبقى قلقان عليها، اللي هو طب انا ما اعرفش الناس إيه؟ دي انت رايحه مع مين؟ انت اكيد اتجننتي. فطبعا دي مشكله بتجيلي كتير، بس الحمد لله بنقدر نتغلب عليها بان مع الوقت ان خطوه بتعمل ريتريتس كتير وستات بتطلع تقول فيدباك عن الموضوع، وبيبقى كمان بيبقى ناس تعرف ناس تعرف ناس، فبيبداوا يطمنوا بعض انه لا ممكن ان الموضوع مطمئن جدا وسيف وكل حاجه. تمام. بس طبعا كمجتمع وكست طبعا الست يعني هي نفسها بتتخض، هو انا من حق اسافر اصلا؟ هي نفسها بتسال نفسها مش من حق ولما اسافر في نطاق العيله. ولما انا حتى بتكلم مع ستات اقول لهم انتوا من حقكم تسافروا وتغيروا جو وتفصلوا، بيحسوا ان انا يعني بتتكلمي في حاجه مش موجوده، بتتكلمي في حاجه غريبه. طب ازاي بتتعاملي مع موقف زي ده؟ يعني مثلا لو واحده كلمتك قالت لك انا عايزه اسافر ونفسي قوي وعاجبني قوي الموضوع ونفسي اخد اجازه وجوزي مش موافق، بتتدخلي ولا مالكيش دعوه؟ لا بقول له انا بحاول ما اتدخلش احسن. لا بصراحه انا بحاول ان انا يعني اديها تيبس في ان هي ممكن ازاي توصل لجوزها الفكره، وان هي ازاي تطمنه من خلال ال الريتريتس اللي فاتت عندنا، توريه الموضوع بيبقى منظم ازاي. تمام. وبقولها تجرب ان هي تديله شويه نقط كده تطمنه، يعني تشوف ايه اللي هي المخاوف اللي عنده وتحاول تطمنه بيها. فانا حتى بلاقي الصبح لما بنتجمع الصبح عشان الباص وكده بلاقي الرجاله جايه توصل بنفسها وتشوفني بنفسها ان هو تمام كله حلو الباص كويس، تشوفه في سواق الباص فبيطمنوا. فطب صراحه في رجاله متعاونه ان هم يخلوا فعلا زوجاتهم يعني يطلعوا ريتريتس. تمام. عمرك فكرتي تعملي ريتريت رجاله بس؟ طبعا. بجد؟ ده هيبقى تشالنجينج يعني تحدي بالنسبه لك ولا شايفه عادي؟ انا التحدي ان هم يجوا. ان هم اصلا يعني يقدموا ان هم يطلعوا ريتريت. يعني انا فكرت في انه فعلا الرجاله محتاجين ان هم يعملوا كوميونتي، ويبقى اكيد اكيد عندهم مواضيع كتيره يقدروا يعني يقعدوا فيها يتكلموا فيها مع كوتش متخصص، يقدروا فيها يطلعوا كمان اصل برضو فكره الماسك برضو بتاع الراجل غير الست. أكيد. فان هم يقعدوا في ريتريت يقلعوا الماسك ويتكلموا على راحتهم مع بعض، دي لوحدها اعتقد ان هم محتاجينها. فالفكره جات لي بصراحه بس يعني في قيد التنفيذ، بس لسه ما متشجعتش وعملتها. اكيد بقى اول ما تعمليها لازم نعرف منك ايه اللي حصل. ايوه هيبقى الموضوع لذيذ جدا نعرف ايه اللي يعني التحديات اللي قابلتك واللي حصل كله ان شاء الله. طيب قبل ما نختم عايزاكي تقولي كده نصيحه لاي حد ما اخدش تجربه الريتريت او ما اخدش وقت لنفسه ان هو يقعد في هدوء ويحاول يتصل بنفسه. يعني هقولها كده في جملة بسيطة، انه
ما شفتش حد بيطلع ريتريت وبيرجع يندم. لا وفكرة ان انت تطلعي ريتريت او تطلع ريتريت مش بمجرد بس فكرة اللي هو رحلة وخلاص وتعدي، لا فكرة ان انت طالع بنية ان انت تغير حاجة او تكتشف حاجة او تشوف حاجة ما كنتش تعرفها، دي لوحدها انا بسميها ايكوال حياة. تمام. يعني لو انا على طول عايشة في نفس الروتين على طول، انا عمري في حياتي ما هشوف الحياة. هفضل يعني زي بالظبط اللي مغمي عينيه وعمال بيلف. بلف. لكن انا اشيل بقى اللي انا رابطه بيها عينيا دي وابدا افتح عينيا على حاجه مختلفه وجديده واكتشافات مختلفه، هي دي ايكوال حياة. هي دي هو ده اللي احنا جايين عشان نكتشفه ونشوفه. عندك حق. ميرسي جدا يا علا، انت معانا النهارده. استمتعت جدا. انا استمتعت بكل حاجه انت قلتيها النهارده. بشكركم. خلصت حلقتنا، والنهارده كانت اخر حلقه في الموسم الاول، وعلى مدار 13 حلقه كنا مع بعض. سعدت بلقائكم، وحاولت اني اقدم موضوعات مختلفه تهمكم ومعلومات مفيده ومختلفه في جميع جوانب الحياه. ان شاء الله يكون في موسم جديد هنشتغل فيه اكتر على موضوعات اكتر وعلى فقرات اكتر، علشان نقدم الافضل دائما لحضراتكم. بشكركم على كل الدعم وكل الحب وكل التشجيع، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. استنوني في موسم جديد من احكي مع اميره.